يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وتحية نتجدد فيها بهذا البرنامج الرياضي اليومي على القناة الرياضية. قانون اللعبة وألعابنا كثيرة وقوانين هذه الألعاب أيضا دائما تكون حاضرة في هذا البرنامج. بلا شك احنا نغطي الكثير من الرياضات، ولكن هناك رياضات مثل ما يقولون شعبية أو العالم كله تنتظر هذه المباريات بهذه الرياضة، رياضتنا المحببة في الكويت بل بالخليج بل بالعرب بل بالعالم كله، كرة اليد. وين ما كانت تلعب أينما ظهرت بمنتخباتها اللي فعلا قاعد تأخذ حاصلها في هذه البطولات الجميلة. ولكن الأجمل في حلقتنا اليوم هناك من يمثلنا، سواء لاعبين داخل المستطيل أو حتى حكام يقودون هذه المباريات الكبيرة في كل دول العالم، خاصة في البطولات العالمية. حديثنا اليوم راح يكون إن شاء الله عن كرة اليد وقوانينها من هذا المكان، وإحنا قريبين من الملعب أكثر مع ضيفنا العزيز وحكمنا الدولي اللي راح تعرفون أكثر وأكثر وأكثر من خلال بطاقته التعريفية. من بعد هذه البطاقة المميزة اللي حكمنا الدولي الكابتن حسين أشكناني، حياك الله كابتن بايل. أحييك حبيبي. شلونك أبوي؟ الحمد لله. المكان الجميل اللي احنا أصلا فيه. والله نشكر هيعم شباب الرياضة أول شيء. نعم. نقلتنا من صالة اتحاد الدعية نعم. إلى صالة صرح كبير للأمانة، يعني نفتخر فيه بالخليج والوطن العربي، يعني أستاذ الشيخ الله المرحوم الأمير الوالي الشيخ سعد عبد الله. نعم، مفخرة جميلة، ويمكن بطولات كثيرة حضرناها. صحيح. للصالات، لليد، للبطولة الآسيوية، البطولة العربية، واستمتعنا بالحضور الجماهير صراحة. صحيح. المميز، فإن شاء الله بالعكس إن هذه بداية الخير. بداية الخير القادم. والقادم أجمل. يمكن أنا من خلال المقدمة اللي كنت فيها حول كرة اليد، والكثير هناك في يعني يبي يتعرف على قوانينها، سواء كانت الرئيسية اللي ما تغيرت أو من نعرفها منذ الأزل أو من الدراسة. وهناك قوانين تستحدث، فبداية أبي أتعرف على القوانين الرئيسية، بداية من قياسات الملعب. تبدل كبرت صغرت ولا نفسها؟ نفسها. كم؟ 20 متر العرض في 40 متر الطول طبعا. حلو. بس قبل أتكلم عن العرض الملعب، أنا حاب أقول أن الكويت ولادة سواء بالقانون، يعني حلو. عندنا المرحوم محمد الهولي كان رئيس نجل الحكام الاتحاد العربي والاتحاد الكويتي، وكذلك عندنا شاكر ابو المحكم الحاليين، وعندنا علي عباس وجاسم سويلم، والحين عندنا هاني ابو المشاري رميح. نعم. يعني مكملين مسيره الاخوان ان شاء الله. صحيح. فالقانون بالكويت ما شاء الله يعني محافظين عليه لجنه الحكام، واثنين محاولين يعني ينشرونه بكثر ما يقدرون يعني. صحيح. اني على السؤال اللي طرحته اللي هو الملعب، نفس الملعب ما تغير فيه ولا شيء. جميل. يمكن بس من ايام ملعب الصديق كان عموم التراب، الحين صارت عندنا صاله وارضيه طيبه. قياسات ملعب نفس ما هي 20 ب40. حلو. مرمى عندنا مرميين. نعم. الخطوط طبعا خطوط 6 و9 ونص الملعب وخط 7 متر. حلو. قياسات المرمى كم؟ اي كرة اليد عندنا ارقام مميزة، اللي هي رقم 3، احنا دائما نقول مميز. قياس المرمى 3 في ارتفاع مترين. حلو. ثابت. ثابت. جميل. هذا قياسات دولية طبعا. حلو. وجميع خطوط الملعب تكون خطوطها 5 سنتي. حلو. عرضها ما عدا خط بين المرمى تكون 8 سنتي. ليش؟ على اساس الهدف، ان احنا ما اعتبر الهدف ان احتساب الهدف الا في حال تجاوز الكره بكامل محيطها. جميل. فاذا كانت على الخط نفسه او لو شعاره على الخط ما راح ينحسب. زين، عندكم عين الصقر؟ اللي هو الفي بي. لا، عين الصقر تبع التنس لها ما عندنا. او كره القدم اللي تدخل المرمى بشكل كامل. في نرجع في هالحاله. طبعا هذا بنتكلم بعدين عن المستحدثات بالقانون. جميل. ب 2022 صار عندنا الفي بي اس اللي هو او الفي ار، الفيديو بروف سيستم. جميل. هني نرجع بأحد الحالات اللي نقدر نرجع فيها حق الفي ار اللي هو فيديو ريسيف، نرجع في حال احتساب، في حال دخول الهدف الكره كامل المرمى او لا. في هالحاله هني يصير الرجوع من قبل الحكم ولا اعتراض من قبل مثلا الفريق او مدرب الفريق او اللاعبين؟ بس في كلام انه بالاحتمال بالبطولات الجايه راح يصير على كل مدرب له حق مره واحده، بس هذا ليش ما تطبق نهائيا. جميل. بس الحاليه موجود عندنا انه من حق الحكام، طبعا الحكام احنا كره اليد حكمين. حلو. ومتساويين بالصلاحيات كاملة. جميل. بيك في هذا الجانب بالصلاحيات، لكن ببقى أيضا في القياسات وهالأمور هذه، ببقى أيضا في المرمى. دائما يقولك أي رياضة أهم شيء السلامة، سلامة اللاعب. المرمى أو العوارض والقائم مربعة عادة. صحيح. نشوف في كرة، فتصير في شنو؟ حواف. حواف. والحواف خطر حق. صحيح. أي لاعب باللمس أو بالضربة. أي. فليش
وش معنى كرة اليد الوحيدة غير كرة القدم مثلا هي مربعة؟ لأن كرة اليد يمكن اللعبة الوحيدة من الألعاب الجماعية مثلا. نعم. عندك ما في احتكاك دايركت على الهدف الا من قبل حارس المرمى. حلو. لان اللاعب ما راح يوصل لغايه يعني الحارس الا في حالات نادره جدا بالمباريات. نعم. فما حد راح يرتضم بالقائم والقائمه والعارضه الا الحارس. حلو. والحارس تخافون على الحارس انت؟ الحارس يكون طول عمره مقضي وقته بين هالقائمين والهذا، فعارف قياساته يعني لا يعني لا رادين خلاص عارف قياساته. جميل. تحركاته حافظها يكون. فنادرا ما تحصل عندنا، تحصل في كم حاله. بس تبع قوانين الاتحاد الدولي ان المرمى لازم يكون ثابت بالارض. تمام. فاي لا سمح الله مثلا يصير في انقلاب بالمرمى او شيء كذي. ما يتحرك المرمى؟ لا كلش ثابت. لازم يكون ثابت. جميل. وقبل اي بطوله يطلعون لجنه منظمه حق تبع الاتحاد مثلا الاسيوي حق الدولي اتحاد العرب اي بطوله. حلو. في لجنه تشيك على كافه مرافق الملعب، لازم يكون السلامه اولا يعني. جميل. اكمل ايضا عن بقيه المرافق، اوقف وياك كابتن حسين مع الساده المشاهدين، اطلع بهذا التقرير ورادي. من دوله الاقريق إلى ألمانيا لتصبح رياضة عالمية لا يستغنى عنها في البطولات المحلية والدولية. كرة اليد هي لعبة جماعية فنية يستخدم فيها العقل والقوة البدنية معا. وضع لها الألمان قانونا ليجعل كرة اليد ذات طابع جميل، مما ساعد في انتشارها في اتحاد أوروبا ومن ثم انتقالها إلى العالم. وقد تم تأسيس الاتحاد العالمي لكرة اليد في عام 1927. نكمل بقية حوارنا مع الكابتن حسين أشكناني حكمنا الدولي في كرة اليد، أيضا ببقى في المرمى. هل المسافة من الخط الأرضي إلى الشبك في مسافة محددة ولا مفتوحة؟ وهل هناك ألوان محددة للشبك؟ هو عندنا احنا بالقانون المرمى لازم يكون فيه لونين. يعني لو تلاحظ ان عندنا احنا الازرق والابيض. صح. تبع العارضه والقائمه. وعلى حسب اي بطوله هذا مو شرط يكون، بس ان الشرط يكون لونين مختلفين. نعم. والشبك يكون عادي باي لون يعني. حلو. عندنا احنا مسافات المسافه 4 متر اللي هي الماكسيموم اللي يطلع فيه الحارس، سواء كان في رميه جزاء فقط في رميه الجزاء فقط 4 متر الخط الصغير اللي تشوفونه. جميل. حلو. وعندنا خط 6 متر هذا اللي ممنوع اي لاعب من اللاعبين يدخل. فنفس ما قلت لك بالبدايه. حلو. ان هالمنطقه فقط لحارس المرمى. حلو. فما حد راح يقدر يدخلها. وعندنا الخطوط، لو تكلم عن الخطوط خط 7 متر اللي هو تابع رميه الجزاء. جميل. هذه المسافات اللي انت قاعد تقول لي 4 6 7 واسمع في 9 متر. 9 متر اي نعم. 9 متر هذا رميه الحره. لا هي رمي اللي هو مو وهمي، لو تشوف اللي هو المشخط اللي هو يكون المنقط حق الرميات الحرة اللي يسمونه نفس الفاول مثلا او ممتاز. إيه؟ اما هذه راح اوقف عندها في كل تفصيل. إيه؟ خط الوسط هناك دائرة. صحيح. قبل في قانون كنا لازم توقف برا الدائرة. إيه؟ الان لا كنا مفتوح القانون ما شاء الله. تعرف القوانين الجديدة ب 2022 تعدل القانون. حلو. كان اول شيء كانت الدائرة طبعا بالبداية سابقا ما كانت دائرة، كانت بس شخطتين وخط. صحيح. بعدين بالمستحدثات صار دائره 3 متر قطر. نعم. نص قطرها متر ونص. نعم. التعديل الجديد صار 4 متر. حلو. نص قطرها مترين. حلو. وصار انه لازم اهم شيء الواحد من اللاعبين يكون داخل من اللاعبين الفريق المنفذ للرميه. نعم. تكون رجل واحده داخل المنطقه والكره داخل المنطقه اثناء. حلو. تنفيذ الرميه. حلو. وما يحق حق الفريق الاخر يدخل داخل المنطقه هذه. انا اللي اعرفه قوانين كره اليد بحر. صحيح. واحنا اللي سولفنا فيه قشور. إيه والله يعني نقطة والله. إيه والله حتى قشور وايد. إيه. فلنا حديث آخر إن شاء الله. راح نكمل أيضا في بقية الأسئلة مع إن شاء الله حلقتنا المغرب. كل شكر لك كابتن حسين أشكناني. أكيد الشكر لكم أنتم متابعين ومشاهدين، تابعونا في قانون اللعبة في حلقات قادمة حول كرة اليد وكل القوانين. فما الله.